خمس بطاقات ممكن تدمر الأبراج بأقل عدد من الضربات. المركز الخامس معنا الأمير اللي بيحتاج 7 ضربات عشان يقدر يكسر البورد بما فيهم شحنته. البطاقة اللي بعدها الميني بيكا اللي بيحتاج 5 ضربات، صراحة كنت متوقع انه يدمر بشكل أسرع لكن هذا الموجود. المركز الثالث البيكا الكبير اللي بيحتاج 4 ضربات لتكسير البورد. أما البطاقة اللي بعدها بس بحتاج 3 ضربات لتدمير البورد اللي هو سباركي. والمركز الأول تعادل بين التنين الناري والماينر العملاق، ممكن يكسروا البورد بضربة واحدة فقط.